السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم معنا بهذه التغطية الخاصة والتي نقدمها لكم من قناتكم قناة اليرموك، لنكون قريبون منكم من كل قضاياكم وكل همومكم. لا شك بأننا ونحن في هذه الأيام الفاضلة من العشر الأوائل من ذو الحجة وعلى أبواب عيد الأضحى المبارك، ربما قضايانا المحلية وحتى الإقليمية تزدحم علينا وتزدحم على فكر وانشغالات المواطن الأردني، ولكننا دائما كما نعودكم في قناة يرموك بوصلتنا واضحة من أن قضيتنا الأساسية والقضية الأم في إقليمنا هي القضية الفلسطينية، مهما حدث بالإقليم من حروب هنا وهناك ومهما حاولوا بأن يبرزوا لنا قضايا ثانوية إلا أن قضيتنا الأم هي القضية الفلسطينية. ومن الجميل أن نتذكر المعاناة التي يعانيها الأهل هناك في الضفة وفي غزة من الاحتلال الإسرائيلي الغاصب من أكثر من جانب ومن أكثر من إطار، وعلى رأسه ذلك موضوع الأسرة، ملف الأسرة والمعتقلين يعني في سجون الاحتلال الصهيوني، المعاناة الشديدة التي يعانونها. سنحاول من خلال الدقائق القادمة أن نسلط عليها الضوء لنتحدث ونتحاور مع ضيف عزيز هنا في الاستوديو، وهو الأسير المحرر ربما لأكثر من 6 سنوات في سجون الاحتلال ومدير مركز أحرار لحقوق الإنسان ودراسات الأسرى، الأستاذ فؤاد الخفاش. حياك الله أستاذ فؤاد، وأهلا وسهلا فيك، ضيف مرحب بك في الأردن وفي قناة يرموك. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأنا يعني سعيد جدا بهذا اللقاء عبر هذه القناة والفضائية العربية الرائدة التي يعني نتأمل ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون صوت المظلومين في كل مكان. تسلم، وهذا يعني واجبنا دائما، ويعني احنا راح نحاول هيك من خلال الدقائق القادمه انه نبين للناس وللمواطن الاردني كيف هي حياه الاسير في سجون الاحتلال. بدايه تحكي لنا عن واقع الاسرى الان، يعني كيف يمكن تجربتك من خلال 6 سنوات، التجربه الان لالاف من ابناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، ماذا يعني ان اكون انا اسير في سجون الاحتلال الصهيوني؟ يعني بداية أخي الكريم، الأسر هو حال أكثر من 75,000 مواطن فلسطيني تعرضوا خلال الانتفاضتين الماضيتين للسجن والاعتقال. نحن نتحدث عن قرابة 1 مليون فلسطيني تعرض للاعتقال مرة أو أكثر من مرة طوال الاحتلال. يعني حينما نقول هنالك احتلال فيوازي هذا المصطلح على طول اغتيال وشهداء ومصادرة أراضي، وجزء آخر أسر واعتقال. وعلى طول تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي كان هنالك معتقلون في سجون الاحتلال من مختلف الدول العربية، وكان على طول تاريخ الصراع الأردن أكثر دولة عربية لها أسرى ومعتقلون في سجون الاحتلال، وحتى الآن يعني قرابة 16 أسير أردني معتقلون في سجون الاحتلال. هذا يعني بشكل عام. الأسرى هي محاولة لقتل الروح داخل أجساد الفلسطينيين. لم يخفي الاحتلال في يوم من الأيام أنه يريد من خلال هذه السجون أن يقتل الروح داخل أجساد الفلسطينيين، وقال أحد قادة مصلحة السجون الإسرائيلية في يوم من الأيام نريد أن نحول هؤلاء الأسرى إلى قطعة جبن سويسرية فاسدة، بمحاولة لكي يعني يوصل الرسالة التي يريد أن يوصل الإنسان لها. حينما يعني يقوم الاحتلال باعتقال طفل فلسطيني عمره 12 عام ويهدده أمام عائلته ويمارس بحقه سادية ويقوم بالتحرش به جنسيا ويصدر بحقه أحكام، وكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية يعني نصت على حرمة التعرض لهؤلاء الأطفال بالاعتقال، ماذا يريد؟ يريد أن يقتل جيل بأسره. حينما يقوم الاحتلال بحجز جثمان أسير أكثر من 40 عام في ثلاجة السجون أو في مقابر الأرقام كما حدث مع دلال المغربي وعدد آخر من شهداء الثورة الفلسطينية، يريد أن يوصل رسالة ستبقى في سجون الاحتلال. حينما يرفض الاحتلال أن يحدد المؤبد، في كل مكان في العالم المؤبد محدد ب20 أو 25 عام، في سجون الاحتلال المؤبد مفتوح 99 عام دوري. حينما تسمع نشوف بعض أن هنالك أكثر من مؤبد، يعني الأسير الأردني عبد الله البرغوثي 67 مؤبد، يعني 67 أضرب في 100 بيطلع عندك 6700 سنة. هي يعني وسائل يريد من خلال الاحتلال أن يقول لهذا الفلسطيني ستبقى داخل سجون الاحتلال إلى ما لا نهاية. ممكن تضعنا يعني بصورة أرقام يعني الآن في المعتقلات، يعني الأعداد، وخاصة إذا كان هنالك من النساء من الأطفال كذا؟ يعني على الدوام يعني هي قضية الأسرى، قضية يعني مشاعر تسرى وأرواح تقتل وضمائر يريد أن يغيب هذا السجان أكبر من كل الأرقام. صحيح. أن يكون أسير واحد في سجون الاحتلال هذا أو في السجون هذا شيء كبير،
قرابة 6500 أسير فلسطيني معتقلون في سجون الاحتلال. ارتفع العدد بعد عملية الخليل 12/6 إلى أكثر من 1500. كان لدينا قرابة 5000 أسير، الآن أصبح لدينا 6500 أسير. يوجد لدينا 32 نائب ووزيرين من ممثلي الشرعية الفلسطينية، على رأسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، معتقلون في سجون الاحتلال. نتحدث عن قرابة 18 أسيرة فلسطينية من حرائر الأمة بكل ما تعني الكلمة من معنى، معتقلات في سجون الاحتلال في ظل ظروف وأوضاع غاية في القسوة والصعوبة. يوجد لدينا 270 طفل فلسطيني أعمارهم أقل من 18 عام، علما أن الاحتلال يصنف الأطفال إلى 16 عام. أكثر من 180 من هؤلاء أعمارهم أقل من 16 عام. يوجد لدينا عدد كبير يعني من المحكومين بالمؤبد، 523 أسير فلسطيني محكومين بالمؤبد. كان العدد أكبر من ذلك بكثير، ولكن صفقة وفاء الأحرار ساهمت بتقليص هذا العدد. ونأمل الله سبحانه وتعالى أن لا يبقى لدينا أي أسير في سجن الاحتلال بإذن الله سبحانه وتعالى، وربما بهمة المقاومة ويعني مسيرة النضال المستمرة من الشعب الفلسطيني. لكن لو تضعنا أستاذ فؤاد يعني في رحلة المعاناة، يعني تحكي لنا إياها خطوة خطوة من لما يتم اعتقاله سواء في منزله أو في عمله أو في الشارع، والتسلسل حتى يعني يقبع في سجون الاحتلال ما بعرف لي كم سنة، وكيف هو الحال داخل السجن؟ يعني عمليا تختلف عمليات وطرق الاعتقال للفلسطينيين، منهم من يتم اعتقاله من وسط منزله ومن بين صغاره من خلال اقتحام المنزل وتفجير الأبواب الخارجية وانتزاع هذا الأسير من بين زوجته وأطفاله، أو إذا كان طفل من بين أمه وإخوانه. هنالك من يتم اعتقاله من خلال الحواجز الطيارة المنصوبة على طول الضفة الغربية، ومنهم من يتم اعتقاله أيضا يعني من خلال خروجه إلى المعابر، خروجه إلى الجسر أو قدومه من الخارج. عدد كبير من الفلسطينيين هم أثناء خروجهم من الأردن أو دخولهم إلى الأردن يتم يعني هذا معناته أنه ممكن يكون هو مش عارف أنه مطلوب أصلا، مش يعني هو ما بيكون عارف أنه مطلوب. عمليا هو يعني الاحتلال يتفنن في إيذاء الفلسطيني وطرق اعتقال الفلسطيني. منذ هذه اللحظة تبدأ معاناة هذا الفلسطيني أو هذا الأسير مع الاعتقال، من خلال عملية التقييد والطريقة التي يقيد بها الاحتلال الأسير، من خلال وضعه في كلبشات بلاستيكية ضيقة جدا، تقييد اليدين والقدمين، ووضع عصابة على الرأس، حرمانه من قضاء الحاجة لفترات طويلة، وضعه في ظل ظروف صعبة، تحويله إلى مركز التحقيق وبدء مرحلة يعني قاسية لانتزاع اعتراف من هذا الأسير من خلال استخدام أسلوب الترهيب والتعذيب والضرب. والكل يعلم يعني خلال عام 2013 كان لدينا 5 أسرى فلسطينيين استشهدوا داخل سجون الاحتلال، أحدهم استشهد بعد 5 أيام أثناء التحقيق معه الأسير عرفات جرادات، وكان هنالك أثار واضحة لاستخدام الضرب والتحقيق القاسي الجسدي، الأمر الذي أدى إلى استشهاده. ولا تنتهي معاناة هذا الأسير بانتهاء التحقيق، فرحلة البوسطة هي النقل من المحكمة إلى السجن ومن السجن إلى الزيارة أو من سجن إلى آخر، هي قطعة من العذاب. هل بتصير في محاكمة حتى لو شكلية يعني يبتغوا فيها أنها محاكمة يعني عادلة؟ يحاول دائما الاحتلال أن يحسن من شكل وجهه القبيح من خلال عرض الأسرى الفلسطينيين على محاكم صورية. هذه محاكم عسكرية نحن لا نعترف بها كفلسطينيين، ولكن مضطرون للمثول أمامها. يعني بيكون في محامي بيكون هنالك محامي، ولكن دور المحامي يعني مهما بلغت قوته ضعيف. يعني من يحكم هو جهاز المخابرات الإسرائيلي وليس القاضي. القاضي مجرد صورة، ودائما يعني يقوم بإطلاق الأحكام بناء على توصية جهاز المخابرات الذي يتحكم بكل صغيرة. يعني كلها هاي شكليات بتكون يعني هي محاولة لكي يعني يضع نفسه الاحتلال بقالب أنه يعني يمارس الديمقراطية. يعني بيضحك على حاله ويضحك على العالم. هو يعني بالفعل يعني هو يريد أن يستخفل الآخرين، ولكن نحن كفلسطينيين نعلم يقينا أنها محاكم صورية، ولا طالما رفضنا المثول أمامها والوقوف أمام هؤلاء القضاة وأخبرناهم بملء الفيه يعني أنكم يعني صوريون، وتحديدا في الاعتقال الإداري كنا نعلم أن القاضي لا يقدم ولا يؤخر. وأكثر من مرة يعني أنا شخصيا وغيري من الأسرى كانوا يقولون للقاضي من يحكمنا هذا الجندي الإسرائيلي الإثيوبي الذي يمثل جهاز الشباك الإسرائيلي ولست أنت. وهناك الكثير من الفلسطينيين الذين يعني ضربوا صور رائعة
في تحدي هؤلاء القضاة وعدم الوقوف أمامهم، وحينما يعني حكمهم بالمؤبدات قال يعني قالوا لهم له نحن لسنا نادمين، وإن أفرج عنا سنعود لممارسة المقاومة لأنك أنت يعني دخيل علينا ونحن جميل. يعني نمثل الحالة الحقيقية للشعب تحت الاحتلال المقاوم. ربما هذا الذي يصعقهم والذي يشعرهم فعلا أنهم ليسوا أصحاب الأرض، يعني لأنه ما يلقوه من ردود فعل كما تتحدث أستاذ فؤاد من يعني شباب الفلسطيني ربما هو يعني لم يسمعوا فيه ولا يتوقعوه أصلا، يعني من تضحيات في سبيل هذه الأرض التي يعتبرونها أرضها بالنهاية أرضهم. يعني نسمع عن بعض المصطلحات أستاذ فؤاد تحكي لنا عنها بخلال سياق يعني الأسر داخل السجن، يعني السجن الانفرادي أو العزل في ذلك، بتحكي لنا كيف بتم تقديم مثلا وجبات الطعام، الرعاية الطبية إذا كان واحد عنده أمراض مزمنة كيف بيتم التعامل معها، الزيارات مثلا إحنا على وجه عيد أضحى هل سيكون مسموح زيارات أهالي الأسرى في الأعياد والمناسبات الدينية؟ يعني كل مفردة من المفردات التي ذكرت بحد ذاتها قصة لها بداية وليست لها نهاية، كلها يندرج تحت الإجراءات الإسرائيلية لقتل الروح داخل أجساد هؤلاء الفلسطينيين. لك أن تتخيل أن أسير فلسطيني كعبد الله البرغوثي، وأنا هنا يعني أستشهد بعبد الله البرغوثي كونه أسير أردني، أو إبراهيم حامد أيضا أسير يعني مما يحمل الجنسية الأردنية، هؤلاء الأسرى عزلوا مدة 11 عام متواصلة، يعني عبد الله البرغوثي 6 أعوام ونصف متواصلة، إبراهيم حامد حسن سلامة من قطاع غزة 13 عام بشكل متواصل. خلال هذه المدة يعني على سبيل المثال إبراهيم حامد لم يخرج من زنزانته إلى أي مكان آخر، ولم يدخل إليه أي إنسان كائنا من كان. في أحد المرات قام أسير أردني اسمه مازن ملصة من أحد المحررين بإعطاء سجادة صلاة لإبراهيم حامد، عزل هذا إلى عزل وهذا إلى عزل فقط لأنه حاول أن يدخل له سجادة لكي يصلي عليها. في هذه الغرفة الضيقة التي لا يتجاوز طولها 2.5 متر عرض 2.5 متر وهي أشبه بالقبر بكل ما تعني الكلمة من معنى، بها باب، في هذا الباب هنالك فتحتين، يقوم الأسير حينما يخرج في اليوم ساعة واحدة الفورة لوحده، يقوم بإخراج يديه من شباك هذه الطاقة أو هذه طاقة الباب، وكذلك قدمي يقوم الجندي بتقييده، ومن ثم يبتعد عن الباب ليفتح الباب ويفتش. كثيرا ما تعرض هؤلاء الأسرى وهم في العزل الانفرادي لوحدهم إلى اعتداء الأسرى المدنيين الإسرائيليين الجنائيين من خلال الضرب أو سكب الماء الساخن، وكذلك كان دائما يقوم الجنود بالانتقام منهم وضربهم. يعني على سبيل المثال أسير عباس السيد وهو أحد قيادات الانتفاضة وقام بعملية بطولية حكم على إثر ب37 مؤبد، في ذكرى عمليته كل عام يدخل قوات خاصة إسرائيلية لضربه داخل زنزانته، لم يكتفي بحكمه بهذه المؤبدات الكثيرة ولكن يريد الانتقام منه بهذه الوسيلة والطريقة. العزل الانفرادي شيء يريد من خلاله الأسير الاحتلال أن ينتقم من هذا الأسير وتدميره نفسيا، ولكن من يعني يستشعر معية الله سبحانه وتعالى ويحفظ في صدره كتاب الله ويؤمن بعدالة قضيته تجد أنه يعني يستطيع أن يصبر في ظل هذه الظروف الصعبة. الإهمال الطبي هذه سياسة ممنهجة متبعة من قبل الاحتلال مع كل الأسرى، هنالك لدى أسرى ماتوا في سجون الاحتلال خلال العام الماضي نتيجة الإهمال الطبي بدون تعذيب، يعني من أمراض يعني تخيل أن هنالك في سجون الاحتلال 18 أسير في العزل الانفرادي، 6 منهم يتحركون على كراسي متحركة، 2 يعانون شلل كامل، أحد هؤلاء الأسرى موقدة أطلق عليه النار، فجرت معدته، اعتقل، تم تركيب معدة بلاستيك له خارج جسده إذا ما أراد أن يقضي حاجته من خلال ضغطة زر، 7 من هؤلاء الأسرى تتدلى من على خواصرهم أكياس البول، منهم من يعني يستخدم حفاضات البامبرز لقضاء حاجته ويساعد أسير آخر. يعني نحن نتحدث عن أموات بكل ما تعني الكلمة من معنى، ناهيك عن هؤلاء يعني أسرى آخرين مصابين بمرض السرطان وغيرها من الأمراض. يعني نحن نصنف مرض السرطان بأنه ليس المرض الخطير مقارنة مع الحالات المرضية في سجون الاحتلال، لأن لدينا من هو يعني مصاب بالشلل والشلل التام وعدم القدرة على الحركة والكلام، نحن نتحدث يعني عن حالات غير عادية مأساوية. الزيارة رحلة إذلال لعائلة الأسير بكل ما تعني الكلمة من معنى، ومنذ عملية الخيل حتى الآن هنالك أكثر من نصف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يمنعوا من زيارة ذويهم، وحتى هذه الزيارات تكون إذلالية. عائلة الأسير تخرج من ساعات الفجر الأولى لتصل إلى السجن بعد أن تتنقل في 3 باصات للصليب الأحمر وتمر بإجراءات تفتيشية، تصل إلى حد التفتيش العائلة لزوجات وأمهات وأخوات الأسرى
تحت عنوان الهوس الأمني الإسرائيلي، يعني يعني أحد أقارب الأسرى قام يعني يبدو أنه زرع عضو بلاتين في ساقه، فكلما مرر الجهاز الإلكتروني عليه أصدر صوتا، فقال له أنت تخفي شيء في، أخبره وأخذ معه يعني أوراق خاصة تشير أنه أجرى عملية، ولكن الاحتلال يرفض ذلك. الاحتلال يعني يصر على الزوجة أن تقوم بنزع فوطة طفلتها الصغيرة لكي يقوم هذا الجندي بتفتيش الفوطة. تخيل هذا الهوس الأمني. نعم. فما أن تصل هذه العائلة إلى زيارة نجلها أو زوجها أو ابنها حتى تكون مرت بمرحلة ورحلة عذاب لها أول وليس لها نهاية، وتبدأ يعني ولا تستطيع العائلة أن تلامس يدها يد الأسير، يكون هنالك زجاج فاصل بلاستيكي الرؤية من خلاله غير واضحة، بالإضافة إلى استخدام سماعات تقطع ويتم التحكم بها من قبل مدير الزيارة أو القسم، وكذلك الأمر هذه الزيارات مراقبة ومسجلة كلمة بكلمة وحرف بحرف، قد يحاسب على أي كلمة لم تفهم من قبل الاحتلال، إجراءات إذلالية. وجزء كبير كما ذكرت من الأسرى يحرم حتى من هذا الحق، هنالك من يسمح له فقط بمرة واحدة زيارة واحدة في العام، وهنالك من هو معتقل منذ 8 سنوات ولم يسمح له برؤية ذويه سوى مرة أو مرتين. يعني هنالك يعني في ظل كل هذه المعاناة واللي هي أبعد ما يكون عن أي شيء له علاقة بكلمة إنسان أو إنسانية. يعني المزعج بالموضوع يعني أستاذ فؤاد أنه إسرائيل نتنياهو مثلا في الأمم المتحدة قبل أيام عندما يتحدث وعندما يخطب يعني ليبرمان والمسؤولين الصهاينة يقولوا يتحدثوا عن أنهم هم من يتعرض للمعاناة من هؤلاء الإرهابيين الفلسطينيين، وأنهم يحترموا حقوق الإنسان، وأنها دولة ديمقراطية في وسط إقليم ديكتاتوري. كل هذه المصطلحات، أين يعني دوركم كمنظمات مؤسسات مجتمع مدني ومرعاة يعني ولحقوق الإنسان وحالات الأسرى من تسليط الأضواء على هذا الموضوع والاستنجاد بالعالم؟ هل هنالك عالم حر حقيقي يعني يتابع هذا الموضوع ويهمه وضع الأسير الفلسطيني؟ الحقيقة كريم نحن لدينا إشكاليات كبيرة في هذا الأمر. حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية تصبح المؤسسة الأممية والدولية يعني عمياء لا ترى وصماء وطرشاء لا تسمع. يعني باختصار شديد حينما يخص الأمر الفلسطينيين والعرب بشكل عام تصبح مفاهيم ومنظومة حقوق الإنسان يعني بلا يعني أدوات وبلا تحرك. وحينما يعني يختطف أو يؤسر مستوطن في الخليل أو 3 مستوطنين تقوم الدنيا ولا تقعد من أجل هؤلاء. الإشكالية الكبيرة تكمن أن هنالك انحياز تام من قبل المؤسسة الأممية باتجاه الإسرائيليين، وهنالك ضعف حقيقي من القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في مواجهة الهجمة الإسرائيلية. يعني في الوقت الذي خرج ليبرمان ليتحدث عن ديمقراطية إسرائيل وعما يفعله الفلسطينيين، كان من الضروري أن تكون يعني يكون دور القيادة وكلمة القيادة ترد. أنتم قتلتم خلال شهر واحد 51 يوم أكثر من 2500 فلسطيني، وتأسرون في سجونكم 6500 فلسطيني، واستشهد في سجون الاحتلال، وأنتم تمارسون الأسرى بالطريقة 1-2-3. قبل يعني أشهر كان لي لقاء مع ممثلة منظمة الصحة العالمية أتت إلى فلسطين وجلست معها، وكان لدي يعني مجموعة من الملفات، وقلت لها أنا لا أريد أن أتحدث إليك بما في هذه الملفات، أريد أن أتحدث إليك كشاهد عيان وأقدم شهادة مشفوعة بالقسم على اعتبار أني أسير محرر، أمضيت فترة في هذا المستشفى الرملي، ونقلت لها صورة هؤلاء الأسرى وما يعانون فقط من أجل أن يساعدهم أحد في تغيير حفاظ البامبرز أو كيس البول الذي يعني تقوم إسرائيل بحرمان الأسرى من إدخاله، وحينما يشتريه الأسير يشتري على نفقة خاصة في كثير من الأحيان. نقلت لها هذه الصورة، قلت لها أنا لا أتحدث بصفتي حقوقي أو ممثل مؤسسة، أنا يعني أقدم شهادة مشروعة بالقسم. وقفت أمام الشهادة التي قدمتها يعني يعني وكأنها تريد أن تقول لي هل من المعقول أن يكون مثل هذا؟ قلت يعني ما كانتش عارفة يعني قبل اللقاء ما كانت عارفة يعني. هذا السؤال الذي يعني وجهته لوزير الصحة الفلسطيني في حينه وللمؤسسة الرسمية الفلسطينية، لماذا لا تقوم السلطة الوطنية بدورها الذي يجب أن تقوم فيه فضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والتواصل مع كل المؤسسات الأممية من اليونسكو إلى اليونيسيف إلى شو كان رده وزير الصحة؟ يعني لي يعني ليس هذا الأمر على سلم أولويات القيادة الفلسطينية بكل أسف أتحدث. عندهم مواضيع أهم، تنسيق الأمني وغيرها من الأمور المقدسة حسب ما هم يصفوها. يعني أيضا بهذا السياق أستاذ فؤاد، موضوع يعني اتفاقية روما والتي من خلالها يعني يكون هناك الحق للشعب الفلسطيني ممثلا بقيادته من أن يحاكم يعني القيادات الصهاينة أمام محاكم الجنايات الدولية،
لماذا لا توقع السلطة؟ يعني ما هي حجتها؟ ما هي ما هو الذي يمنعها من اتخاذ مثل هكذا خطوة ربما ترعب الصهاينة؟ وكنا نتذكر عندما كانت ليفني بمطار لندن وخافت أنها تنزل يعني من الطائرة لأنها أصبحت مطلوبة، وهذا أمر يرعبهم وبالتالي يمنعهم من سهولة الحركة في العالم. عدم توفر الإرادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية هي الحائل أمام التوجه للمؤسسات الأممية باختصار شديد. يعني أقول أن القضية الفلسطينية قضية رابحة وجميع الحقوق الفلسطينية رابحة في حال وجدت محامي شاطر يقوم بتقديم هذه الأوراق وتقديم المذكرات بطريقة يعني قانونية حقوقية سليمة. يعني ما حدث في فلسطين يبقى ليصنف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولكن المحامي الفلسطيني للأسف الشديد ممثلا بالقيادة الفلسطينية لا تتوفر لديه الإرادة السياسية لمواجهة منذ سنوات طويلة. يعني في عام 2011 يعني أشبعنا الدنيا صراخا ونداء أننا نريد أن نتوجه للمؤسسات الدولية وانتزاع صفة دولة في الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ونريد أن نستخدم منبر الأمم المتحدة والجنايات الدولية لمحاسبة هذا الاحتلال. حصلنا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة ولم يحدث أي شيء. جرائم كبيرة ارتكبت بحق الفلسطينيين، مصادرة مئات آلاف الدنومات يوميا، هنالك اقتحام للمسجد الأقصى وانتهاكات شديدة يعني بحق هذه المدينة التي نوجه لشبابها الذين يتصدون للمستوطنين في كل يوم كل التحية والإجلال والإكبار. يوميا هنالك شهداء فلسطينيون وليس آخرهم شهداء الحرب الأخيرة على القطاع، ولكن للأسف الشديد القضية الناجحة العادلة بحاجة إلى محامي يعني مميز كما يقولون بالعامية شاطر، والمحامي الشاطر مشغول. نعم، يعني نعود إلى أصل الداء، المشكلة يعني هذه التي يعاني منها، والشعب الفلسطيني بكل تأكيد بحاجة لقيادة على مستوى التضحيات التي يقدمها وعلى مستوى مسيرة النضال التي ابتدأها وما زال مستمر بها. كنا نحكي عن موضوع غزة وكيف أن تضاعفت يعني أو كان هنالك أعداد كبيرة أخرى من الأسرى خلال فترة العدوان على غزة. بدنا نحكي عن هذا الموضوع أكثر ولكن بعد فاصل قصير. اسمح لي أستاذ فؤاد، فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونستمر مع هذا الحوار مع الأسير المحرر في سجون الاحتلال الصهيوني الأستاذ فؤاد الخفش. اليرموك الفضائية قريبون منكم. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا مجددا في هذه الحلقة الخاصة التي نتحدث فيها عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني مع الأسير المحرر في سجون الاحتلال ومدير مركز أحرار لحقوق الإنسان والدراسات الأسرى أستاذ فؤاد الخفش. أرحب بك مجددا معنا. وكنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن يعني حكيت لنا تقريبا في عندنا 5000 أسير بعد أحداث غزة، 1500 أسير أضيفوا ليصبحوا 6500، عدد كبير جدا. ربما هذه الأحداث ومن قبلها أحداث الخليل كان لها تبعاتها على الواقع الفلسطيني، تبين لنا ما هي التبعات وما هي الآثار التي ربما انعكست على واقع الأسرى على وجه التحديد.
في الحقيقة أن الاحتلال استغل عملية الخليل للانقضاض على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في مضمون وعمق العملية التي حدثت، عملية خطف. الهدف من الخطف مبادلة، الأسرى تفاعلوا مع الحدث بشكل كبير ولم يعني يستطيعوا أن يخفوا فرحتهم إزاء هذه العملية، فقامت مصلحة السجون الإسرائيلية بالتنكيل بهؤلاء الأسرى وعقابهم. العقاب شمل إلغاء جميع القنوات التلفزيونية و سحب هذه القنوات وإبقاء فقط قنوات عبرية وقناة العربية فقط قناة العربية كانت يعني نوع من أنواع العقاب يعني اعتبروها يعني هذا عقاب نفسي كبير يعني هو عقاب يعني كان للأسرى. كذلك الأمر حرموا هؤلاء الأسرى من زيارة ذويهم، قاموا بفصل أسرى حماس والجهاد الإسلامي عن باقي الأسرى والمعتقلين، حرم هؤلاء الأسرى من إدخال أموال لهم السجون للشراء من كانتين السجن، حرموا من زيارة ذويهم و أهاليهم، وتصاعدت الأمور بشكل كبير ووصلت ذروتها بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة والحرب التي استبسلت بها المقاومة. فنكلت إسرائيل ومصلحة السجون الإسرائيلية بهؤلاء الأسرى واستفرغت بهم بكل ما تعني الكلمة من معنى، وتحولت كما قال لي أحد قيادات الحركة الأسيرة أن السجون عادت لحقبة السبعينات بسوئها وبسوء معاملة إدارتها. واستغلت إسرائيل انشغال المجتمع الفلسطيني والرأي العام وكل المؤسسات الحقوقية بمتابعة ما يجري من عمليات قتل وإجرام بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، فنكلت بهؤلاء الأسرى والمعتقلين. نحن الآن يعني بعد أن انتهت الحرب ووضعت أوزارها وانتصرت إن شاء الله المقاومة، ونأمل أن تحقق جميع ما يعني مطالبها، عادة يعني يحاولوا بكل الطرق إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب من خلال يعني إيصال رسائل للإدارة والتهديد بإضراب عن الطعام ومواجهة قد تحدث في أي لحظة. يعني سمعنا أثناء العدوان على غزة بأنه المفرج عنهم بصفقة شريط، كلهم تم إعادة اعتقالهم، حوالي 1000 وأكثر من 1000 أسير أعيد اعتقالهم من هذه الصفقة. هل في تطور على هذا الموضوع اللي هم يفترض بأن إسرائيل قامت بالإفراج عنهم مقابل صفقة تبادل يعني؟ يعني عمليا إسرائيل دائما عودتنا أن يعني تنكث باتفاقياتها، ولطالما يعني أعادت اعتقال أسرى حرر بصفقة صفقات مفاوضات سابقة ما بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. في عملية انتقام من المقاومة قامت إسرائيل باعتقال قرابة 60 فلسطيني من أصل 111 حرروا إلى الضفة الغربية، والاحتلال يهدد الآن ويلوح بإعادة الأحكام السابقة لهؤلاء، وأغلبهم ممن كانوا قد حكموا بمدى الحياة وأمضوا سنوات طويلة. على سبيل المثال عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال نائل البرغوثي الذي أمضى 33 عام في سجون الاحتلال أعيد الاعتقال ويهدد الآن بإعادة المؤبد له. إسرائيل يعني تتذرع أن هؤلاء يعني خرقوا شروط الصفقة وعادوا لممارسة اتصال، يعني اتصال تهنئة من أسير في قطاع غزة لأسير في الضفة الغربية يهنئه بمولوده، سجلت لائحة أنه اتصل على جهات معادية، وهذا خرق أريد أن أعيد لك، يعني بمعنى أدق إسرائيل تريد أن تنتقم من الفلسطينيين الذين يعني سعوا لإبرام صفقة جديدة ووفاء أحرار اثنين. في شيء جديد، في معلومات عن وفاء أحرار اثنين، ومسمع يعني من قيادات يعني كان من المقاومة في غزة تبشر بمثل هذه الصفقة التي ربما يعني يكون مقابلها غالي وغالي جدا على الكيان الصهيوني. يعني لا أمل لهؤلاء الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ولا لعائلاتهم ولا لذويهم إلا أن يكون هنالك صفقة تحرير. الاحتلال دائما تنكر للاتفاقيات ورفض أن يفرج عن الأسرى من خلال صفقات أطلق عليها صفقات العودة للمفاوضات أو حسن النوايا الإسرائيلي. إسرائيل يعني الأسرى والمعتقلون يأملون ذلك، المقاومة تتحدث عن شيء، قيادة المقاومة تتحدث عن شيء آخر، نحن يعني كمتابعين ومراقبين لا نملك أي معلومة نستطيع أن نقدمها في هذا الأمر. أنا كل ما آمله أن لا يعني يبالغ أحد بالحديث عن هذا الأمر حتى نحافظ على مشاعر زوجات وأمهات وأباء وأبناء ما نعشمهم وأخوة. وبعدين يعني أنا هذه النقطة التي أخشى صحيح منها، صحيح نحن صحيح. نعلم أنها تقع ضمن دائرة الحرب النفسية وأن المقاومة وقادتها يمارسون ضغوط سياسية وإعلامية على الاحتلال لكي يعني تدفع المجتمع الإسرائيلي والمؤسسات وعائلات هؤلاء الضحايا للتحرك بشكل أو بآخر، لتضغط على الكيان لإبرام شيء. ولكن بتقديري أنه حتى لو كان هنالك شيء بحاجة إلى وقت طويل لينجز، وما عند الله أقرب إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. ويعني حجم المؤامرات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الآن والمقاومة على وجه التحديد يعني أكثر من أي وقت مضى، أصبح على المكشوف يعني الأمور، خاصة من
دول شقيقة. كنا نسمع يعني قبل فترة يعني أشهر حتى يعني قبل العدوان على غزة، وكان هناك تضامن كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المعتقلين الإداريين. لو تحكي لنا مين هم المعتقلين الإداريين، شو طبيعة يعني القضايا التي كانوا يواجهونها، وأيضا بعض المصطلحات المصاحبة لها كالمقاتلين غير الشرعيين، لو توضح لنا هذه الأمور أيضا للسادة المشاهدين. يعني هو عمليا الاعتقال الإداري، الاعتقال الفلسطيني احترازيا دون توجيه أي تهمة له، فقط شكوك من قبل المنطقة وقائد المنطقة أن هذا الشخص قد يشكل خطر على أمن المنطقة. إسرائيل تستخدم هذا النوع من أنواع الاعتقالات للضغط على الناشطين، على الأسرى المحررين، على الأكاديميين الفلسطينيين، على رموز الشرعية الفلسطينية، على النواب، على الوزراء، من خلال اعتقالهم وإعادة اعتقالهم ووضعهم في السجون لأشهر، 6 شهور أو سنة أو سنتين أو 3 دون توجيه أي تهمة، فقط لمحاولة استنزاف طاقات وقدرات هؤلاء. تخيل أن هنالك ممن يعني أمضوا أكثر من 130 شهر في الاعتقال الإداري منذ بدء الانتفاضة، وحتى أنه ما زالوا في الاعتقال الإداري، يمكث في الاعتقال الإداري سنوات، 5 سنوات، يفرج عنه لشهرين 3، ومن ثم يعاد اعتقاله. ولدينا من الأسماء الكثير الكثير الذي يحاول الاحتلال، يعني حينما يعتقل محاضر جامعة وأكاديمي جامعة ومهندس وعضو نقابة ورئيس نقابة، ماذا يريد من ذلك؟ يريد أن يستنزف طاقات هؤلاء اللي يدفعهم للخروج على من البلاد أو استنزاف طاقاتهم. يوازي هذا المصطلح المعتقل الإداري شيء، نفس الشيء اسم المقاتل غير الشرعي، وهو يعني مصطلح أطلق على عدد من المعتقلين العرب المعتقلين في غوانتنامو من قبل أمريكا، فاستخدمته إسرائيل كما هو لتصنف الأسرى الذين يتم اعتقالهم من قطاع غزة على أنهم معتقلين أو معتقلون غير شرعيين، وهؤلاء المعتقلين يتم تمديدهم كل 6 شهور. يعني هو الاعتقال إياها أكثر هذا الموضوع، يعني شو العراق أو شو الرابط ما بين غوانتنامو وسجون الاحتلال؟ يعني لو هيك نبسطها يعني أكثر. الآن دائما أمريكا إسرائيل بتحاول أن تحاكي أمريكا، يعني حينما قالت أمريكا نريد أن نشن ضد حرب ضد الإرهاب، قالت نحن الآن نشن حرب ضد الإرهاب، وأطلقت على الإرهاب حماس أو المقاومة هي الإرهاب. حينما إسرائيل أمريكا لم تجد وسيلة وطريقة لاحتجاز بعض المقاتلين الذين قاتلوا في أفغانستان ويجب أن يتم الفرج عنهم، صنفتهم كمقاتل غير شرعي. إسرائيل أرادت أن تطلق على المعتقلين من قطاع غزة أنهم مقاتلين غير شرعيين، على اعتبار أن قطاع غزة قطاع يعني أصبح مستقلا أو لا يتبع للوصايا الإسرائيلية، فهؤلاء ينتمون، هؤلاء مقاتلون غير شرعيين ينتمون إلى قطاع غزة. يعني شو نسوي فيهم ما حدا يسألنا. أحسنت، بالضبط. طيب يعني أنا بدي سؤالي الأخير لك يعني أستاذ فؤاد رمبو، يعني في سياق الحلقة حكيت أنه الهدف من الأسر هو يعني القتل نفسية وعزيمة الأسير وقتل الروح داخل جسده. فعلا يعني بعد خروج الأسير من أسره، هل فعلا نجح العدو الصهيوني بذلك بقتل هذه الروح؟ كيف تكون نفسية وعزيمته؟ هل يكون أكثر خوفا أو أكثر حماسا من بوضع؟ يعني عمليا يعني من يعني عاش في أسره بمعية الله سبحانه وتعالى ومع كتاب الله ومقتنع بأفكاره خرج قوي العزيمة. يعني كل الأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة وعقود طويلة خرجوا من السجون ليتزوجوا، ومنهم من عاد لدراسته عمره أكثر من 50 عام وأنجبوا أطفال، ويعني عادوا ليمارسوا حياتهم الطبيعية، في إشارة واضحة أن السجن والسجان لم ينل من عزائم وعزيمة هؤلاء الرجال الذين آمنوا ويؤمنون بقضيتهم وعدالة قضيتهم. هم أشخاص ناجحون عادوا لممارسة أعمالهم، تزوجوا، أنجبوا، مارسوا التجارة، عادوا لدراستهم، كل يعني ناجح في مكانه وفي منطقته وفي الحقيقة. هذه يعني معلومة جدا مهمة، ويمكن الناس تفكر أنه الذي يتعرض للأسر هو بيكون يائس من الحياة وما عنده طموح فيها، ولكن يعني حضرتك تؤكد على أنه يعني الشعب الفلسطيني يحب الحياة، ولكنه يحب الحياة بكرامة وبعدالة لأنه يؤمن بعدالة قضيته. إحنا الوقت أدركنا، أنا بعتذر منك، يمكن يعني بداية بعتذر على يعني أنه أخرناك لأنه الآن عندك يمكن سفر وعودة إلى الأرض المحتلة، وأيضا الاعتذار للسادة المشاهدين على قصر هذا اللقاء وسرعته، ولكننا مرتبطين بموعد سفر. أستاذ فؤاد، كل الشكر لك، مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان والدراسات الأسرى والأسير المحرر فؤاد الخفة، شكرا جزيلا وتشرفنا بلقائك، ونتمنى لك يعني رحلة موفقة إن شاء الله، على الحاجز ما يغلبوك كمان إن شاء الله. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم، ونجدد الاعتذار على قصر هذا اللقاء، وأذكركم بيمكن أكثر معلومتين ألمتاني في خلال هذه الحلقة. لا تتوفر إرادة سياسية فلسطينية أو بين قوسين عباسية أبو مازنية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وهذه الطامة الكبرى. والمعلومة الجديدة ربما بأنه من أنواع العقاب والتعذيب داخل
سجون الاحتلال الصهيوني متابعة الأسرى لقناة العربية. شكرا جزيلا وفي أمان الله.